متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية، النشرة الأسبوعية لهذا الأسبوع الأخير من العام 2020 الذي كان عاما صعبا يعني على الجميع. نسأل الله أن يجعل العام الجديد عام خير وعام مبارك لكم وعليكم جميعا بمشيئة الله تعالى. ملخص هذا الأسبوع الأخير، طقس الأسبوع الأخير لهذا العام، يعني المميز هو استمرار نشاط سرعة الرياح الشرقية وهبوب الرياح الشرقية الجافة ذات السرعات الكبيرة أحيانا طيلة هذا الأسبوع، ولكن بشكل متفاوت. الأمر الآخر طبعا هو يعني تصادف ذلك بوجود درجات حرارة، ويؤدي ذلك إلى وجود درجات حرارة ملموسة متدنية، سنشعر أن الطقس بارد معظم أيام هذا الأسبوع. هناك فرصة لبعض الأمطار المحدودة نهاية هذا الأسبوع، ولكن لا يوجد منخفضات جوية ذات أنظمة جوية شتوية كما هو معتاد عليها في المنظور القريب للأسف. نسأل الله الفرج وأن نتعرض لهذه المنخفضات الجوية في القريب بمشيئة الله تعالى. إذا نبدأ هذه النشرة الجوية بيوم الأحد، المتوقع أن تسود بها أجواء باردة في أغلب المناطق ذات رياح نشطة مثيرة للغبار، هبات قوية لشديدة أحيانا في المناطق الشفاغورية، مناطق البحر الميت، وبالإضافة إلى جبال الشراء. توقع تشكل الصقيع في ساعات الليل، إثارة لبعض الأثرب والرمال، وظهور لكميات من السحب والغيوم في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وذلك هذه السحب ناتجة عن وجود أحوال جوية غير مستقرة في المملكة العربية السعودية. درجة الحرارة العظمى مثلا فقط في العاصمة عمان كحد أقصى 11 درجة مئوية في ساعات النهار، وصغرى 3 درجات مئوية. طبعا درجات الحرارة هي أقل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. تنخفض مثلا هذه الليلة إلى صفر مئوي في جبال الشراء، وتكون 22 درجة مئوية في ساعات نهار يوم الأحد في العقبة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الاثنين لا تغيير كبير يذكر على الحالة الجوية كما تلاحظون، سوى أنه في ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء نتوقع أن يحصل تحسن في مستوى برودة الأجواء، ترتفع درجات حرارة صغرى عما ستكون عليه الأحوال هذه ليلة الأحد على الاثنين، لكن مع استمرار الرياح النشطة في أغلب ومعظم مناطق المملكة والتي تتسم بنفس الصفات بأنها قد تكون أحيانا مصحوبة بهبات قوية في المناطق الشفاغورية من شمال ووسط المملكة، قد تكون مغبرة ومثيرة للأتربة والرمال أحيانا، وتزيد بشكل كبير الإحساس من البرودة بشكل لافت في أغلب ومختلف مناطق المملكة. يوم الثلاثاء تخف سرعة الرياح مع ارتفاع يتوقع أن يحصل على درجات الحرارة، تكون مثلا في العاصمة 13 درجة مئوية في ساعات النهار. هذه درجات حرارة هي حول أو أقل بقليل من معدلاتها، لكن يخف الشعور بالبرد بشكل عام يوم الثلاثاء بسبب انخفاض سرعة الرياح، ما بقاها بعض الشيء نشطة في المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى، والأجواء مستقرة مشمسة في كافة المناطق. يوم الأربعاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا، تكون 12 درجة مئوية في العاصمة عمان، 13 مثلا في البادية الجنوبية، 23 درجة مئوية في العقبة، 12 درجة مئوية في جبال الشراء، 17 في إربد، و 15 درجة مئوية في المناطق الشرقية. ولكن في ساعات المساء والليل يعتقد أنه ستتكاثر كميات من السحب والغيوم في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع فرصة أن تتعرض تلك المناطق بعض الزخات من الأمطار التي يعتقد بأنها ستكون محدودة وليست ذات تأثير كبير، ولكن هي تحت المراقبة بشكل عام. هذه الفرصة موجودة أيضا يوم الخميس في المناطق الجنوبية والشرقية. تنشط الرياح يومي الأربعاء والخميس من جديد، تزيد من الإحساس ببرودة بعض الشيء في بعض المناطق، وتكون درجات حارة دون المعدلات المعتادة في أغلب مناطق المملكة، وتكون درجة حرارة مثلا 12 درجة مئوية في ساعات النهار في العاصمة عمان، 11 درجة مئوية في جبال الشراء، 17 في إربد، 14 في البادية الجنوبية ومعان، 21 درجة مئوية في العقبة، و15 درجة مئوية في المناطق الشرقية. ختام هذا الأسبوع يوم الجمعة بأول أيام العام الجديد الذي يتوقع أن تسود به أجواء باردة نسبيا مستقرة عموما، ودرجات الحرارة تبقى حول المعدلات المعتادة مع أجواء باردة بوجه عام مع ظهور كميات من السحب والغيوم بمشيئة الله تعالى. إذن هذه هي توقعات هذا الأسبوع، الأسبوع الأخير من هذا العام الذي يعني يتوقع أن يكون ذات درجات حرارة منخفضة، رياح شرقية تنشط في أكثر من يوم تزيد من الإحساس بالبرودة، ولا توقعات بوجود نظام شتوي يتوقع أن يؤثر لنا في المنظور القريب. نسأل الله أن يجعل العام الجديد عام خير وبركة لكم جميعا. أتمنى لكم جميعا يعني أسبوع سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.